السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. التوقيع على اتفاقية 11 مشروع مياه وصرف صحي في ساحل حضرموت. إدارة مشروع قواعد البيانات الرقمية بحضرموت تقيم لقاء تعريفيا بالخدمات الإلكترونية والأنظمة التي ستدشنها. بدء العمل في إنشاء صهاريج للوقود بمنشأة شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فرج سالمين البحسني بزيارة مفاجئة لثانوية المكلا النموذجية للبنات للاطلاع على مستوى الانضباط في مدارس المحافظة. وعقب حضور المحافظ للطابور الصباحي ألقى كلمة في الطالبات أكد فيها حرصه على هذه الزيارة المفاجئة للاطلاع على أوضاع المدارس ومستوى انضباط الإدارات المدرسية والطالبات، مشيدا بما شاهده من انضباط ودقة في الالتزام بالمواعيد والحضور المبكر للطالبات والإدارة المدرسية. ودعا المحافظ الطالبات إلى استشعار المسؤولية ومواصلة الاجتهاد في التحصيل العلمي والاستفادة من الظروف المهيئة في مقاعد صفوف الدرس بالثانوية النموذجية وتحقيق مراكز متقدمة لتشريف أنفسهن وأسرهن والمحافظة. واستمع المحافظ البحسني من مديرة الثانوية إخلاص العطاس إلى سير الدراسة في الثانوية وإبداعات الطالبات في جانب الأنشطة اللاصفية، كما طاف المحافظ ببعض فصول الدراسة متعرفا على سير الحصص الدراسية. كرم محافظ حضرموت شرطي المرور رائد ناصر الحبشي على جهوده التي بذلها في تنفيذ مهامه وواجباته الوظيفية ومستوى خدماته الإنسانية للمواطنين. وأكد المحافظ على أن رجل المرور ينبغي عليه أن يكون النموذج في أداء مهامه، كونه مرتبط ارتباطا مباشرا بخدمة المواطنين والمحافظة على سلامتهم والتخفيف من الحوادث المرورية ورفع مستوى الوعي المروري لمرتادي الطريق. هذا وقد عبر رجل المرور رائد الحبشي عن تقديره وامتنانه للمحافظ على اهتمامه برجال المرور، ووعد ببذل المزيد من الجهود مع بقية زملائه في العمل بإخلاص في أداء مهامهم. جرى صباح اليوم بمكتب محافظ حضرموت التوقيع على اتفاقيات 11 مشروع مياه في مدن ساحل حضرموت تابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت في مدن المكلا وغيلبا وزير والديسة الشرقية والريدة وقصيعر بقيمة إجمالية تجاوزت 1,800,000 دولار بتمويل اليونيسف. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك توريد عدادات مياه، ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار اهتمامات السلطة المحلية بالمحافظة والمؤسسة المحلية للمياه الهادفة إلى استقرار التمويل للمياه ولمواطني المحافظة. كما تم توقيع اتفاقية حفر بئرين وصيانة البئر الثالثة في حق الفلوك المائي الذي سيساهم في تعزيز تموينات المياه، وذلك ضمن استعدادات المؤسسة المحلية للمياه بساحل حضرموت لفصل الصيف لمناطق شرق المكلا ومدينة المكلا بقيمة إجمالية 93 مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المياه في الآبار المحظورة نحو 50 لتر في الثانية. أشار رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريش إلى أن المؤتمر الجامع جاء من أجل حضرموت وتحقيق طموحات أبنائها والحفاظ على حقوقهم وأجيالهم القادمة. وقال الشيخ بن حبريش خلال ترأسه اجتماع للجنة الحوار والتواصل مع القوى والشخصيات الحضرمية: إننا حريصون أن يشارك الجميع في تعزيز دور المؤتمر وتطويره والوقوف صفا واحدا باتجاه تنفيذ مخرجاته المتوافق عليها والملبية لتطلعات الحضارم في الداخل والمهجر،
وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة وآليات نجاح نشاطها واستمرار التواصل والنقاش والحوار بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق حقوق حضرموت السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أقر مجلس إدارة مستشفى سيئون العام في اجتماعه اليوم برئاسة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء الآلية الخاصة بمستحقات العاملين المالية من رواتب وحوافز وعلاوات، كما أقر الاجتماع آلية مساهمة المجتمع المرفوعة من قبل لجنة الحوافز ولفترة 3 أشهر، وتكليف أيمن محفوظ حويرة نائبا لمدير الشؤون الإدارية بالمستشفى. وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بأوضاع المستشفى نظرا لأهميته باعتباره مرجعية فنية لكل المرافق الصحية في عموم مديريات الوادي والصحراء، كما شدد على الحرص والاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات وتجديدها لضمان استمرارية نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكذا صرف استحقاقات العاملين الصحيين بحسب اللوائح والنظم المتبعة. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون ورشة عمل تحت عنوان تجربة المجمعات المسائية. وفي الورشة التي حضرها 100 مشارك من قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، أشار الوكيل عبدون إلى أن تجربة المجمعات المسائية جاءت بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل قيادة المكتب، موضحا أن قيادة التربية نفذت التجربة بمديريات المكلا والشحر وغير بوزيرة، وتوسعت اليوم لتشمل إضافة مديريتي الديس الشرقية والريدة وقصيعر، وارتفع عددها إلى 15 مجمعا تعليميا. وتخللت الورشة نقاشات ومداخلات لقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة لهذه المجمعات المسائية، وخرجت الورشة بعدد من القرارات والتوصيات تصب في مصلحة تطوير الأداء والعمل في المجمعات المسائية الجاد لاستكمال افتتاح المجمعات في بقية مديريات المحافظة مطلع العام الدراسي القادم. قرر نادي القضاء الجنوبي الرفع الكلي والشامل لقرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات، داعيا القضاء الأفاضل لمباشرة أعمالهم لكل في مكانه ومقر عمله اعتبارا من 28 مارس الجاري. جاء ذلك في سياق بيان رقم 4 لسنة 2019 الذي أوضح من خلاله بأن المكتب التنفيذي للنادي قد قام بإعداد دعوى إدارية لرفعها أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها المحكمة بإلزام المدعي عليه مجلس القضاء الأعلى بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع القضاة والإداريين المشمولين بقراره رقم 43 لعام 2018 بالموافقة على منح بدل غلاء المعيشة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين فيها زيادة مبلغ وقدره 75,000 ريال يمني تضاف إلى مرتباتهم بدل غلاء معيشة ابتداء من شهر سبتمبر من العام الماضي، مع تضمن الدعوى المرفوعة من قبل النادي بطلب شمول الحكم على النفاذ المعجل. ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا القبض على أكبر لص جوالات في المدينة بعد سرقته ل 76 جوال من أحد المحلات دفعة واحدة في حادثة هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة. وذكر مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقت بلاغ من أحد المواطنين يفيد فيه عن تعرض محله الخاص بالجوالات للسرقة وفقدان 76 جوال. وقال المصدر الأمني تم تحرك البحث مع فريق التحريات والتحقيقات وطاقم الأدلة الجنائية لموقع المحل الذي تعرض للسرقة لمعاينة الموقع وأخذ الأدلة المطلوبة ليتم بعد ذلك البحث والتحري عن الفاعل. وأكد المصدر أنه تم القبض على اللص في تمام 8 مساء في أحد محلات الجوالات
وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بكسر المحل وسرقة الجوالات. قال مدير الدفاع المدني بمديرية الشحر المساعد خالد دحدح أن عدد الحرائق التي تعرضت لها مدينة الشحر خلال الفصل الأول من العام الجاري 17 حالة حريق، وأضاف إلى أن وقوع حالة وفاة واحدة وثلاث إصابات خفيفة في الحرائق، فيما بلغت قيمة الخسائر المادية في الحرائق حوالي 9,280,000 ريال يمني. وأشار دحدح إلى أسباب الحرائق أنها كانت ناتجة عن تسريب غاز والتماس كهربائي، محذرا المواطنين من فحص إسطوانات وأنابيب الغاز بشكل دوري. ولفت إلى أن التنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بشأن تجهيز 7 محابس للمياه في عدة مواقع هامة بمدينة الشحر. أقامت الإدارة التنفيذية لمشروع البيانات الرقمية بمحافظة حضرموت لقاء تعريفيا بالخدمات والأنظمة الإلكترونية، ضم عددا من طلاب علوم الحاسوب بكلية الحاسبات بجامعة حضرموت والتعليم الفني بالمعهد التقني ضمن الحملة التوعوية للمشروع الذي يرعاه محافظ حضرموت. وفي اللقاء قدم المهندس علي بطاهر لمحة تعريفية عن المشروع وأهم الخدمات التي سيتم العمل بها مبدئيا، والتي من خلالها سيكون في مقدور المواطن تقديم كافة المعاملات إلكترونيا عن طريق تطبيق خاص بالموبايل، إضافة إلى تطبيق خاص بالشكاوي التي يتقدم بها المواطنون يحمل اسم عين الذي تم تدشين العمل التجريبي له نهاية أكتوبر من العام الفائت. وجرى في اللقاء تقسيم الطلاب إلى مجموعتين قدم خلالها لمحة تعريفية عن نظام GIS الخاص بالخرائط الرقمية وتوضيح عن الانفوجرافيك والتعريف به وكيف يتم تصميمه والأهمية التي تعتمد عليها الدول في اختصار التقارير وسهولة توصيل المعلومة. قام مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري بزيارة تفقدية لصهاريج الوقود بمنشأة شركة النفط بمنطقة خلف. وخلال النزول تم مناقشة دراسة الجيوتكنيك التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لمواقع إنشاء صهاريج الوقود وازدياد السعة التخزينية لشركة. وتضمنت الدراسة إمكانية الصلاحية الجيولوجية للموقع وإنشاء الخزانات من خلال تكسير صخور الجبل دون ضرر للخزانات المجاورة له وكيفية التنفيذ. وعقب عملية البدء بتكسير الصخور وجه المهندس صلاح بابحير عمال البولكين بكيفية التعامل مع الصخور ولزمهم بالتقيد بالتعليمات في تنفيذ تهيئة الموقع لهذا المشروع. انتهت صباح اليوم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأديس الشرقية من أعمال إصلاح البنية التحتية لمحطة ضخ المياه واستكمال تجهيزات ربط بئر جديد للمياه بالمديرية. وقال مدير فرع أديس الشرقية المهندس أسامة الخلاقي المؤسسة عملت منذ أيام على تأمين آبار المياه ونقل محول الكهرباء من أسفل الوادي إلى جانب غرفة التحكيم الرئيسية وتبديل المحولات لاستيعاب جميع الآبار وكذا تعزيز المخزون من مادة الديزل لتأمين تموينات الديزل عند انقطاع الكهرباء وإنشاء قواعد خرسانية للخزانات لتغذية المولدات بالوقود. أشاد رئيس مجلس إدارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر الشيخ محمد بن سالم بن علي جابر بدور وعمل مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت والنشاطات والفعاليات التي يقوم بها في كافة المجالات. جرى ذلك خلال زيارته لمكتب وزارة الثقافة ولقائه بالمدير العام الأستاذ خالد القحوم. وأكد الشيخ بن علي جابر على أهمية الشراكة بين مكتب وزارة الثقافة والمركز للحفاظ على الإرث الثقافي الحضرمي والاستغلال الأمثل للقدرات الفنية والإبداعية التي يمتلكها الجانبان،
من جانبه أعرب المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت عن سعادته بزيارة رئيس مجلس إدارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر للمكتب التي تأتي في إطار مذكرة التعاون الثقافي التي تم توقيعها بين الجانبين. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. التوقيع على اتفاقية 11 مشروع مياه وصرف صحي في ساحل حضرموت. إدارة مشروع قواعد البيانات الرقمية بحضرموت تقيم لقاء تعريفيا بالخدمات الإلكترونية والأنظمة التي ستدشنها. بدء العمل في إنشاء صهاريج للوقود بمنشأة شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.